نروح للمغرب ومعانا الاخ عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطه النقاد الرياضيين عن طريق زوم. بنرحب بيك يا اخ عبد اللطيف، وتحياتي وتحيات الاستوديو التحليلي. اهلا وسهلا استاذ نبيل، تحيه اليك والى ضيوفك الكرام والى المشاهدين الافاضل مشاهدي قناه الاهلي، واتمنى ان تكون هذه الامسيه امسيه ممتعه ومفيده للمشاهدين في الوطن العربي ككل، ليس فقط في مصر والمغرب ولكن في الوطن العربي، لأن الحدث حدث كبير جدا، حدث نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يجمع ناديين من المغرب ضد ناديين من مصر. نتمنى أن يكون هذا الطبق الكروي في مستوى تطلعاتنا جميعا. عايزين نعرف آخر أجواء عندك بالنسبة للمباراتين، الأهلي والوداد والرجاء والزمالك. أعتقد بأن الأجواء جد مواتية، الأجواء رائعة، فأعتقد بأن لا مكونات نادي الأهلي ولا مكونات نادي الزمالك هم كلهم جد فخورين بحفاوة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة، فجميع الشروط تم توفيرها من أجل تأمين سليم وناجع لإقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرحلة الذهاب، أن تقام هذه المرحلة وأن تجري في ظروف جيدة. أنتم تعرفون جيدا بأن الظرفية بالفعل هي ظرفية استثنائية بامتياز بسبب جائحة كورونا، ولكن الحمد لله الجهود التي تبذل جهود تشكر عليها السلطات الرياضية المغربية وخاصة ناديي الوداد والرجاء وأيضا السلطات المحلية، فهي تعمل جاهدة من أجل توفير الشروط الملائمة لإنجاح هذين الحدثين الرياضيين. فكما أسلفت في مداخلة سابقة، فكل مباراة تمثل نهائي في حد ذاته، فأعتقد بأن نادي الأهلي ولا نادي الزمالك الكل الآن متحمس ويحدوه الطموح من أجل تقديم مردودية جيدة ومن أجل الوصول إلى الهدف المسطر. فالأهلي يتطلع إلى العودة بنتيجة إيجابية من مباراة ضد الوداد، والوداد يحدوه الطموح من أجل الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية، لأنه يضع في حسبانه مباراة الإياب التي ستكون حاسمة، لا بالنسبة لمباراة الوداد ضد الأهلي ولا حتى أيضا بالنسبة لمباراة الزمالك ضد الرجاء. فالحسم سيكون في مباراتي الإياب، ولكن مباراة الذهاب هي ستحمل معطيات ومؤشرات حول الكيفية التي سيجري بها لقاء الإياب، لا بالنسبة لمباراة الأهلي والوداد ولا بالنسبة لمباراة الرجاء ضد الزمالك. الذي نتمناه هو أنه تعرفون بأن المباراة ستجري بدون جمهور، وهذه سابقة يعرفها دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا تقام بدون جمهور. أعتقد أن لاعبي الأهلي والوداد والرجاء والزمالك استأنسوا في الدوري المحلي بخوض عدد كبير من المباريات بدون جمهور، وأعتقد أنهم تأقلموا وتكيفوا مع هذا المعطى أن تلعب في ملاعب بدون جمهور. أعتقد أنهم أخذوا ما يكفي من التجربة. نتمنى أن نشاهد مباراة في مستوى انتظاراتنا جميعا. أكيد أن الندية والحسابات التكتيكية ستطغى على كل مباراة على حدة، لا أحد يستطيع أن يغامر من البداية ولا أحد يستطيع أن يفرض إيقاعه المناسب إلا بعد مرور بعض الدقائق من المباراة لجس النبض. لذلك نتمنى أن نشاهد مباراة الأهلي حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب أم المسابقات بثمان مرات ضد نادي الوداد الرياضي. نتمنى أن تكون مباراة عالية المستوى، نفس الشيء بالنسبة لمباراة الرجاء ضد الزمالك، فأعتقد بأنه يكفينا فخرا جميعا، لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لمصر، أن يتواجد هذا الرباعي في هذه المرحلة الحاسمة من دوري أبطال إفريقيا. شكرا جزيلا للأخ العزيز عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطة النقاد الرياضيين بالمغرب.